يلا نتواصل من جديد اكيد مع كل المشاهدين في كل مكان، وبالامل نحيا ونعيش ويبقى دائما مبتدع. جوانا امل اسم جميل جدا جدا، لما تحس او تقول انه انا جواي امل دي معناه انت انسان عندك فكر عميق جدا في الحياه، انسان متفائل بصوره غير عاديه، انسان ما بتحمل هم اللحظه ولا هم بكره، وانما بتعيش الاشياء بامل بثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى. فما بالك لما يكون انسان مصاب بمرض لعين، يعني حمانا الله واياكم، مرض السرطان، ويكون برضه هو بيزرع الامل في جواك، ما انت اللي بتزرع الامل في جواك. يمكن ده اللي كل شخص زار استراحه الاطفال مرضى السرطان هيحسوا انه الاطفال هم اللي بيزرعوا امل جواه، ما هو اللي بيزرع عليهم امل، وده اللي فعليا قاعد يحصل. احنا اليوم هنتكلم عن هذه الاستراحه وما قدمت من انجازات ومبادرات جميله. استراحه جوانا امل للاطفال مرضى السرطان. داخل الاستوديو معنا متطوع داخل استراحه علم الدين ادم ادريس. علم الدين ازيك، كيف حالك؟ السلام عليكم يا لينا، مرحبا بكم كثير، وشكرا لقناه الشروق، دائما صباغه لفعل الخير. نعم، نتكلم سريعا عن فكره جوانا امل والهدف منها. فكره الاستراحه يعني. استراحه اطفال مرضى السرطان جوانا امل هي استراحه تابعه لمنظمه كلنا قيم. منظمه كلنا قيم هي من المنظمات الطوعية المسجلة لمنظمة العون الإنساني، وتعمل في عدة مبادرات، مبادرة المرضى المتعففين، مبادرة كهتين في الجنة، ومبادرة الإدعام. جاءت فكرة الاستراحة، استراحة أطفال مرضى السرطان جوانا أمل، لحوجة الأطفال المصابين القادمين من الولايات هم وزويهم. يعني الطفل بيجي من الولايات هناك للخرطوم، بترسل بمرض عادي، يعني ما مشخص انه هو كانسر. نعم. بيجي بيصل الخرطوم بثمن التذكره. لما هنا جه يتفاجأ ببروتوكول علاجه طويل وفترته طويله. انه مصاب بسرطان. وانه مصاب بسرطان وفتره العلاج فترته طويله، يعني مرض عضال مرهق ماديا ومرهق نفسيا ومرهق. وللاسف العلاج في الخرطوم. والعلاج متحكم في الخرطوم اكثر شيء، يعني كل العلاجات في الخرطوم هنا يعني. نعم. دي الفكرة بدأت منها هنا. دي الفكرة بدأت هنا. طيب بدأت المشروع هنا. اللي قمتوا به وتحديدا المبادرة اللي قمتوا بها شنو؟ طيب وصلنا لغاية انه الانسان وصل، في ناس ما عارفة الاستراحة، ما فاهمة الاستراحة بتقوم على اي مبادرات، نشرح المبادرة ثاني. الاستراحة جوانا امل هي استراحة بتقدم للطفل مرضى السرطان خدمة ايواء كاملة. ايواء. خدمة ايواء كاملة اللي هي بتبدأ من الترحيل من وإلى المستشفى. جميل. الطفل بتحول لنا من برج الأمل، مستشفى الزهرة بتحول برج الأمل هناك من مكتب البحث الاجتماعي. بيصلنا الطفل، هو بيكون معاه مرافق من الدرجة الأولى، يا هو الأم يا الأب. وبعد ذاك بتتقدم لهم خدمة الترحيل من وإلى المستشفى، خدمة الترحيل من وإلى المستشفى، الوجبات تقدم لهم وجبات صحية. الطفل عنده 6 وجبات صحية، 6 وجبات في اليوم. في اليوم هي 6 وجبات، 3 وجبات أساسية والثلاث الوجبات الثانية سناك، عشان يقدر يقاوم الجرعة تحت الكوموسيربي. نعم. المرافق عنده 3 وجبات. العلاج الكيميائي. عشان يقدر يقاوم العلاج الكيميائي. بعد ذاك في خدمة الترحيل من وإلى المستشفى، زايدا خدمة الفحوصات والتنويم خارج برج الأمل. والشراء المضادات الحيويه، حتى بيساعدهم في تذاكر السفر الناس يعني اللي يكونوا راجعين. يعني نقول انه الاستراحه بتوفر يعني ايواء كامل للمريض، لعدد خدمه ايواء ليه ولشخص من اسرته من الدرجه الاولى، يا اما الام يا اما الاب، مع وجبات متكامله، مع ترحيل، مع علاج في بعض الاحيان اذا كان حتى سفر خارجي. يمكن عندي معلومه انه حتى لو في سفر خارج الاستراحه بتسعى لان هي تسهل له هذا الاجراء. طيب بتضم كم عدد مرضى، يعني كم مريض؟ الاستراحة السعة الاستيعابية لها من 30 لحد 40 طفل، ده الحد الأقصى لها، يعني من 30 ل 40 طفل يعني بتستوعب. نعم. وفي القالب دائما يعني الرينج بتاع الأطفال اللي بيكونوا متواجدين على حسب اختلاف جرعهم، على حسب الاختلاف بتاعت المسافات بتاعتهم، بتكون متواجدين فيه لحد 30 طفل بيكونوا موجودين داخل الاستراحة. جميل، ده انجاز عظيم جدا جدا، كلنا قيم. اسم قيم نفسه جوانا امل، اسم برضه بيديك احساس بالامل. الامل عنوان كان لفيديو كليب جديد حاليا بيتم تجهيزه، هيتم تدشينه اليوم في مبادره جديده، فيديو كليب مختلف تماما. خلونا نشاهد جانب من هذا الفيديو كليب. هنا
في حزين هنا بس في بطل احنا قويين جوانا عمل على مدين. سريعا نتكلم عن فيديو كليب، احنا اخذنا لمحه بس عشان ما يعني ما نحرق المفاجاه الحلوه الجميله والفيديو كليب اللي معد خصيصا يعني كلمات والحان وهدف منه. تحدث سريعا عن الكلمات والالحان والهدف من هذا الفيديو كليب. الفيديو كليب ده اول فيديو اللي يكون مصور لطفل بتاع مرض السرطان. يعني الحاجه دي مفرحه بالنسبه لهم كم انهم يتصوروا ويطلع في الشاشات، يعني حاجه جميله بالنسبه لهم. حتى الكلمات معناها اجمل، يعني الكلمات بداية الفيديو نحن قويين، هنا ما في حزين، هنا بس في وطن، نحن قويين جوانا يا سلام. أمل من اللي كتب الكلمات دي؟ الكلام ده كله مفاجأة حيتحرك بعدين يعني يعني جميل بعدين يعني البداية المقطع جميل، يعني أغاني مصورة ومصورة في حتات ما في مكان معين، يعني نعم. مصورة في الروضة، مصورة في البحر، مصور يعني في حتات في الاماكن الفرايحيه دائما يعني انه هو يمشي أيوة ليها حتات يعني. الحتات اللي هم اصلا محرومين منها يعني ما قاعدين يعني تغيير روتيني بالنسبه لهم، بدل انه طفل من الصباح طالع ماشي على المستشفى وعلى الكاينولات وعلى الكاينول او على جرعه تحت الكوموسيربي، يعني دي فيها دفعه معنويه كبيره بالنسبه لهم يعني. نعم. طيب الجهات المشاركه في انتاج الفيديو ممكن بعدين. بعدين طيب بعدين نتكلم عنها بعدين. دي وين ومتين نوري المشاهد هيكون في شنو يعني الفيديو؟ بعدين حيتعرض في الاستراحة، في استراحة أطفال مرضى السرطان في المعمورة مربع 64 قربي طرمبة بشاير ومدخل سوبر ماركت مياس الساعة 6 مساء. نعم بعدين الساعة 6 مساء بعدين في الاستراحة نفسها. مساء في الاستراحة نفسها أي الناس بتجي تشاهد الفيديو وتجينا الفيديو وتجي تتعرف على الأطفال وتتعرف عليهم عن قرب وتتعرف عن الاستراحة وتعرف حوجاتهم. يبقى هي دعوة لكل المشاهد الكريم في كل مكان لأنه هو يكون حضور بعدين في الاستراحات الأطفال مرضى السرطان جوانا أمل لزرع الأمل ولأخذ الأمل أيضا والتعرف على هذا الفيديو الجديد من نوعه وفكرة مختلفة لزرع الأمل أيضا في نفوس الأطفال مرضى السرطان. أنا شكرا لك كثير جدا على مدين آدم إدريس متطوع بالاستراحة، شكرا جميلا لك. شكرا جزيلا قناة الشروق، شكرا لك أنت لينا، وما تنسوا منتظرينكم الساعة 6 مساء. نعم منتظرينكم اكيد هم الساعة 6 مساء كلنا حضور. بنتواصل اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان. انتهت الساعة الأولى من صباح الشروق، ساعة ثانية بعد الفاصل.